مرحبا محمد، تحية لك ولكل السادة المشاهدين. محمد، نقطة ساخنة اليوم احنا حابين تكون من برج شكير، مصب برج شكير، باش نسلط الضوء على هل انه اليوم برج شكير قنبلة موقوتة، وهل تتحول ربما سيناريو عقارب إلى برج شكير؟ تحدثنا مع نشاط المجتمع المدني مصباح محمد، واحنا نحاول ان نصوره في المصب ولا حتى بالقرب من المصب محمد، لكن مستحيل، وتمت العملية وثم حتى مطاردات، يعني الامنيين ما سمحوناش، ثم من بعد حتى اللي بعض من الناس ربما حتى سموهم البربشه اللي هم منعونا، معناتها منع بات حتى من مجرد الاقتراب محمد، كانت حتى ثم عمليه حتى خطور يعني على الفريق وحتى على نعم. لا هو داخل المصب محمد يطلب رخصه، احنا اتصلنا ب يعني وكاله تصرف في النفايات، طبعا كالعاده محمد كما سيناريو الفارت يحبوا على فاكس ويحبوا على ميل، ولكن حتى وقت اللي بعثنا ميل محمد السيد الرئيس المدير العام ماهوش موجود في اجتماع مع الوزير محمد حتى وقت اتصلنا بهم وباش نبعثوا لهم ميل معناتها مباشره، تعلوا بانه الرئيس المدير العام غير موجود، هو الوحيد المخول له بالامضاء على الرخصه هذه، وهو غير موجود لانه في اجتماع حسبهم هما مع الوزيره. بالضبط، ولكن محمد حتى احنا حتى خارج اسوار المصب ما تمكناش، اولا الامنيين منعونا، اثنين الناس اللي تبربشوا دخل المصب محمد يعني منعونا وما سمحوا حتى حد، انه حتى الحومه القريبه من المصب حتى حد ما يمكن يكون غادي، قلت لك ثم حتى نوع من الخطر صار على الفريق نتاع البرنامج وحتى مع ضيوفنا اللي باش يكونوا معنا بعد شويه، معناتها حقيقه محمد وكانه تحس انه لوبيات وراء السيطره على يعني المصب هذايا او تتمعش من المصب هذايا. احنا خذينا من المجتمع المدني محمد لهنا من برج شكير يعني سيف الدين السليت، وهو ناشط المجتمع المدني وايضا في جمعيات يعني التي تطالب بغلق المصب، عندهم جديد، اولا تضامنوا مع يعني اهالي عقارب في الشيء اللي صاير، ثم ايضا عندهم تحركات. مرحبا بك سيف اللي ذاعت الديوان افهم. عايشك، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين. انت اليوم ريت عمليه انه ما خلوناش حتى ندوروا بالاحواز تاع برج شكير، وعمليه انه ما خلوناش حتى ندخلوا لمصب برج شكير، وهزونا لمركز الامن وقالوا لازم ترخيص ولازم كذا، لازم باش تفهم اهميه الوضعيه ككل. وضعيه كارثيه باتم معنى الكلمه، وضعيه نتاع مصب عمره 25 سنه ويستغلوا فيه الفترة 25 سنة من 2012 ومدة الصلاحية متاعه ستوب، ستوكاج تاعه تعبى بطريقة رهيبة. لهنا فما 38 بلدية قاعدة تصب في المصب هذاك، يعني المصب هذاك كان يقف نهار تونس الكبرى و38 بلدية واللاك والمرسى وقمرت وكرتاج بيدها تنجم تقف من الزبلة. لهنا احنا نطالبوا من الجهات المعنيه ومن السلطات المعنيه باش انها تتدخل وتوقف الكارثه هذه. ثم قرار بايقاف العمل بالمصب هذا؟ المجلس البلدي في 15 جوان 2019 خذ قرار بغلق مصب برج شكير ككل، لكن هناك تماطل من الجهات المعنيه ومن اللونجات ومن وزاره البيئه في القرار هذا. يعني احنا قلنا اخذنا قرار واتبعنا ان باش نشكلوا رزنامه، الرزنامه الغلق نتاعو يكون 21 جوان 2021. قالوا باش ناجلوا لكم 6 شهور، حاليا 6 شهور، هل الدولة قاعدة تدرس في وضعية برج شكير؟ هل الدولة قاعدة تلقى في حل شنو باش نعملوا احنا النفايات هذه الكل تاع تونس الكل؟ لا، الدولة قاعدة تمهتل فينا، تستنى فينا باش توصلنا للوضعية كيما موجودة في عقارب، اللي احنا كأهالي سيدي حسين وكا 300 ألف ساكن ماذا بينا ما نوصلوش للوضعية هذيك، خاطرنا احنا سيدي حسين رانا بويسونس، هنا عندنا شعب 300 ألف ساكن، قادرين ان باش نحكموا في عاصمة. لهنا كي باش نشوفوا احنا الوضعية نتاع برج شكير والاجندة والبرباش اللي موجودين بالطريقة هذيك، نفهموا شنو معناها، وشنو معناها الشركات اللي نافذة غاديك، وشنو معناها اللوبيات الكبيرة اللي متحكمة في النفايات في العالم، اللي هي طيحت حكومة وطيحت وطيحت وطيحت، موجودة ومتمركزة غاديك. احنا اهالي سيدي حسين طالبوا من الدولة انها تلتزم بموعد غلق مصب برج شكير. انتم في الاثناء في عهد يوسف الشاهد بعثتوا ايضا عن طريق عهد منفذ قرار بالغلق، تنفيذ قرار الغلق في كل فترات هناك من النيابه الخصوصيه الى الوضع الحالي تو، هناك تداولات في وضعيه غلق مصب برج شكير، قلت لك من 2012 الوضعيه نتاعو كارثيه. لهنا نشوفوا التاثير
نتاع على المساكنين الموجودين غاديك، الناس قاعده تنفس سياشكات الارضيه الليكسيفيا قاعد واصل حتى يكش المرنقية، هذه عصارة متى الزبلة قاعدة متسربة في الأراضي. احنا كانت جي مطرة قوية تتعدى الليكسيفيا متعدي من هنا، هاو الباركور متاعو الليكسيفيا، فهمتني؟ لهنا وضعية كارثية. الفلاح على فكرة سكر ثلاثة أبار متى ماء، هذه وضعية كارثية كبيرة، يعني التربة تضرت، ناس تضرت في صحتها، ناس تنفس في السياشكات، ناس ضرت في الأراضي متاحة السقوية، قاعدين يمهطلوا فينا الدولة بطريقة رهيبة. حاليا شعبنا وسيد حسين ماهيش ساكتة للوضعية هذه ككل. معناها مش ساكتة، ثم تحركات ناويين تتقدموا للحكومة هذه بمطالب أخرى، شنو ولا احنا متعودين بينا ويعرفون المسؤولين جماعة سيد حسين والمجتمع متاع سيد حسين، المجتمع المدني متاع سيد حسين، بعمرنا انه مش نوجه قضية لشكل عنف. القضية متاعنا متبنينها وبديناها سلمية. القضية متاعنا كان باش يوسعوا في مصب بور شاكير ورفضناها وبطريقة سلمية وبضغط شعبي وبطريقة سلمية، كانوا باش يعملوا 40 هكتار مصب جديد ورفضناها وبطريقة سلمية. احنا عندنا حملة سكر المصب، منظمة ندوات تجيب في ليزكسبير، قاعدين نحلوا شنو معناه النفايات لهنا. يعني احنا خطواتكم القادمة اليوم؟ خطواتنا القادمة انه باش نطالبوا الدولة بقرار الغلق هذايا، وانه باش نطالبوا الدولة باش تلقى حل للوضعية الحالية متاع سيد حسين ومتى نفايات سيد حسين. انا ما يهمنيش في نفايات المرسى وما يهمنيش في نفايات اللاك، يمشي يصب عنده، انا لهنا حقروني 25 سنة وجاوا يصبوا عندي في البوبيل، ما يزدوش يحقروني اكثر. تعتبر انه هذا وكانه في نوع من كلام نوع من الطبقية، يعني باش ننسب الامور المواطنين تبع المرسى ولا متاع اللاك ولا متاع سيدي بوسعيد، ما همش هما اللي خذوا القرار نتاع بورشكير، هذا قرار دولة كما كنت تحكي من 25 سنة. معناتها قرار دولة من 25 سنة، الوقت هذاك خذوه قرار دولة انه باش يعملوا مصب في سيد حسين وانهم باش ينفذوا هالميثود القذرة اللي قاعدين يستغلوا بها في المصب. الوقت هذاك استغلوا الظرف الصعيبة اللي تعيش به سيد حسين، لقاو انه منطقة الحلقة الأضعف في تونس شكون؟ سيد حسين. والحلقة الأضعف حاليا شكون؟ الأحياء الشعبية. احنا الأحياء الشعبية لهنا صوتنا، احنا نجمو غيره، احنا نجمو نصنعو قرار يخرج من الشعب، القرار مش من فوق. هذا العصر الحالي شنو قوي، فهمت؟ حاليا احنا متمسكين بقرار الغلق، واحنا مساندين اهالينا في عقارب، والقضيه نتاعكم راهي هي القضيه نتاعنا، والمطالب نتاعكم مطالب نتاعنا، وكلنا نطالبوا حسب الفصل 45 ان نعيشوا في بيئه سليمه. يعيش. شكرا لك سيف الدين نشط من الشبع المدني من سيد حسين. وعلى كل هذه المعطيات كنا نتحدث عن برج شاكير ومصب برج شاكير، يعني في هذه الأثناء ثم تحركات من أجل غلق هذا المصب.